يا رب، انا تعبت بجد من الكوكب ده، بجد تعبت، عايزه ارجع كوكبي دلوقتي حالا. كذب ونفاق واستغلال، كل حاجه موجوده هنا. طب انا اعمل ايه؟ رجعني كوكبي بجد، انا فعلا تعبت، مش هينفع كده. جبت لهم كورونا ومفيش فايده، طب ايه الحل؟ سلام وامان ورحمه عليك ايا كان مكانك في هذه الارض. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامج امراه من كوكب اخر. النهارده هنتكلم عن واجبنا الوطني نحو أزمة كورونا. طبعا الأزمة بقى لها سنة ونص أو سنتين، بس لسه في حاجات غلط بتحصل كتير نحو الأزمة دي، فلازم الشعب كله والناس كلها تتكاتف عشان تواجه هذه الأزمة. وعايزة مداخلاتكم التليفونية معايا النهاردة فقرتين. فقرة هتكلم عن الواجب الوطني، وهنكمل الفقرة التانية دور الدين في مواجهة أزمة كورونا وفن إدارة أزمة كورونا ازاي نديرها، لان حصل مشكله كبيره جدا من حوالي 3 4 ايام كده بمستشفى الحسينيه بالشرقيه. دي فاجعه حصلت، بس احنا ما تبيناش اللي حصل بالظبط، يعني انا ما تبينتش اللي حصل، بس انا هقول لكم اللي حصل ايا كان. بقى هو في تحقيقات شغاله في الموضوع. حالات دخلت مستشفى كان عندهم كورونا، حوالي 6 7 حالات او في العنايه المركزه، ما اعرفش العدد، في ناس بيقولوا 4 أو 5 ماتوا في العنايه، في ناس يقولوا 6، ما اعرفش. ناس يقولوا فصلوا عليهم الاكسجين، في ناس يقولوا في ازمه في انابيب الاكسجين، ما نعرفش الحقيقه بالظبط فين. ايا كان الوضع، احنا في ازمه اسمها ازمه كورونا. لازم الدوله طبعا عامله اللي عليها وزياده، صراحه الدوله موفره المستشفيات وموفرة الأدوية وموفرة كل حاجة، حتى أنابيب الأكسجين لحد ما موفراها، بس الدولة عايزة برضو الشعب يساعدها في حاجات، الناس رجال الأعمال تساعدها في حاجات، مش كل حاجة الدولة الدولة الدولة، ما ينفعش. موفرة الكمامات، طيب ماشي، يعني ما يكون عندك عجز في أنابيب أكسجين في مستشفى مثلا حكومي أو مستشفى عامة، عشان حالات كتير جدا، حالات كورونا كتير وبتدخل كتير مستشفيات، كلهم بيكونوا عايزين أنابيب أكسجين، ففي عجز. أما الاقي الناس الغلابة اللي هم في الشرقية مثلا أو الطبقات المتوسطة بيجمعوا من بعض عشان يتبرعوا بأنابيب أكسجين، ولاقي التجار محتكرين أنابيب الأكسجين ومعليين سعرها، الوضع كده مش صح. فين التكاتف؟ فين الاتحاد مع بعض عشان نواجه الأزمة؟ أنبوبة الأكسجين لما كانت بـ2500 دلوقتي بـ4500، طب ليه؟ يعني إحنا كلنا بنتحد. رجال الأعمال فين؟ الشركات الكبيرة اللي بتصرف اعلانات ملايين ملايين كل سنه على في رمضان على الاعلانات، دول فين؟ فلوس دي فين؟ نوفر انابيب اكسجين، نوفر ادويه، نوفر عشان الحالات بتزيد، وكل ما الحالات تزيد وكل ما الاعداد تزيد عايزه حاجات كتير. والجيش الابيض قايم باكبر دور الصراحه، سواء اطباء او ممرضين قايمين باكمل وجه في مواجهه الازمه دي. فاحنا عايزين بقى الشعب، دور الشعب فين؟ دور الناس فين العاديه البسيطه؟ الناس بتتكاتف مع بعض فعلا وبيدفعوا فلوس مع بعض، تبرعات، الناس الغلابه بقول لكم بيدفعوا تبرعات عشان يجيبوا انابيب الاكسجين للناس دي. طب تمام. كمان في موضوع الغش في المطهرات، انت بتغش في ايه؟ يعني انت ربنا بلاك بكورونا وعندك وباء ولسه عمال تغش، بتغش في المطهرات ليه؟ وتغلي سعرها ليه؟ كل الحاجات دي، يعني ربنا بيدينا بلاء او وباء عشان نتعدل، عشان نتغير. انا بلاحظ ان الموضوع بيتعكس، الناس زي ما هي مفيش تغيير. طب ما هو الوباء هيدنه مش هيمشي، ما هو الوباء مش بيمشي الا بالعمل الصالح، بالاعمال الصالحه. انا عايزه مداخلاتكم يا جماعه، بالاعمال الصالحه على الارض. اما الاقي انت في ازمه مش عارف، احنا مش اقل من انجلترا وفرنسا يا جماعه، بيواجهوا الازمات لحد ما، احنا احفاد الفراعنه، مصر احفاد الفراعنه، لازم كلنا تكاتف، لازم كلنا بايد واحده، من اغنى راس في البلد لاقل راس في البلد كلنا ايد واحده. موضوع الحسينيه ده اللي حصل فيها، طبعا اهالي الناس اللي توفت هم 6 حالات توفوا مره واحده كده في العنايه المركزه، ما نعرفش ايه السبب. اهالي المرضى رافعين طبعا قواضي وفي تحقيقات شغاله بسبب الموضوع ده ومش عارفين ايه السبب، بس انا بقول لو في عجز في انابيب الاكسجين لازم
الناس توفر انابيب الاكسجين، لان المستشفى عندها عجز، عندها ميزانيه معينه وحصل عجز عشان الانابيب غليت، طب خلاص يبقى احنا نتكاتف مع بعض ونوفر لهم انابيب الاكسجين. رجال الاعمال قلنا اللي بيصرفوا ملايين على الاعلانات كل سنه في رمضان يوفروا انابيب الاكسجين، الشركات الكبيره زي فودافون وشيبسي وبيبسي يوفروا انابيب، مفيش مشاكل، احنا في ازمه كلنا نتكاتف في ظل هذه الازمه. طبعا الرئيس السيسي بيناشد جموع الشعب وعنده ثقه جامده في الشعب ان هم هيحاولوا يتكاتفوا لحل هذه الازمه، واحنا فعلا بنتكاتف على قد ما بنقدر بنعمل الخير، انت بتطلع صدقه، يعني انا لما اجي اطلع مبلغ لله ده صدقه، ربنا يحميني من كورونا، الصدقات دي بتشيل كل حاجه، كل الامراض اللي تتخيلها. لو انت ماشي بصدقات وماشي بنيه ان ربنا يحميك من كورونا هيحميك من كورونا. هي دي النية اللي النهارده كان الناس قالوا لي اتكلمي على موضوع الثقة بالنفس. فأنا الحلقة كلها هتبقى عن معظمها هتبقى عن التكاتف الوطني، لأن أنا عندي الفقرة الثانية النهارده مع هنشوف دور الدين في التكاتف الوطني والشيوخ ومعايا الداعية الإسلامي السيد فتحي، فهنتكلم عن دور الدين في الفقرة الثانية. لكن قبل ما أتكلم عن دور الدين هتكلم سريعا عن الثقة بالنفس. الناس كلموني كتير ازاي نثق في نفسنا، احنا عندنا يعني نوع من عدم الثقه بالنفس. طب انت جالك اصلا عدم الثقه بالنفس منين؟ انت لو عندك ثقه بربنا اعرف ان انت عندك ثقه بنفسك، كل ما زادك ثقتك بالله زادت الثقه بالنفس. ازاي؟ بمعنى لو حد مثلا قال لك مثال ادخل مسابقه فيها مليون واحد او فيها مثلا 100,000 واحد وانت واللي هيفوز في المسابقه ليه جايزه كبيره، هتدخل ولا مش هتدخل؟ هتدخل عشان انت عايز تفوز وهيكون عندك حماس وعندك طاقه ان انت تفوز عشان تاخد الجايزه دي. فمعنى ذلك ان انت لو دخلت المسابقه هيبقى عندك حافزيه، الحافز ده جالك منين؟ الطاقه دي جات لك منين؟ ده ثقه بنفسك، الثقه دي جت منين؟ لان انت عايز تكسب الجايزه. تمام؟ طيب احنا كلنا اتولدنا ازاي؟ يعني العمليه بقى اللي هقول من الاول بقى خالص، احنا كلنا كنا حوالي ملايين بيجروا سبحان الله، يعني العلماء بيقولوا من الارض للقمر بيجروا عشان يلقحوا بويضه. البويضه دي الوحيد اللي لقحها هو اللي عاش والباقي كله مات. فمعنى الو معانا استاذ ناصر من شرم الشيخ، الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله، ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله، والله انا بتكلم من شرم الشيخ. اتفضل يا فندم. طيب هو انا تعليق على موضوع الكمامات والثقه بالنفس ومسانده رجال الاعمال للقطاع السياحي، الناس المتضرره كتير. طبعا لازم. يعني عايز اقول لك ان احنا اخطر قطاع اتضر فعلا في شرم، في ناس كانت شغاله مش شغاله. قطاع السياحه ده في كل الازمات بيتضر، في كل الازمات بالظبط، ارهاب بيتضر، كورونا بيتضر، بالتالي اول حاجه بتتضر هي قطاع السياحه. يعني برضو يعني فتره كبيره قوي قاعدين، فتره كبيره قوي يعني ما فيش اي دخل، ما فيش اي اهتمام. برضو الناس بتستغل الظرف ان الكمامات، ان الادويه، المعقمات، كذا كذا. يعني ليه مثلا كمامة تتباع مثلا بسعر غالي؟ طب ما هو ممكن رجال الأعمال مثلا واحد صاحب فندق يوفروا. يوفروا. ما أنا بقول كده كذا، يعني احنا عندنا كمية مثلا من مطهرات من كذا وتتوزع مجانا. أصل هو لو وزع هيوزع ايه؟ يعني ما زي ما حضرتك بتكلمي كده ان في صدقات وفي كذا وفي كذا وفي طبعا. تمام يا فندم، تمام، شكرا يا فندم، متشكرة. عايزين رجال الأعمال يشتغلوا. احنا الدولة بتشجع الجمعيات الخيرية ليه؟ ليه بتقف جنب أي جمعية خيرية تبدأ؟ لانها بتساعد الدوله، بتساعدها، بتوفر حاجات للناس الغلابه، بتوفر احتياجاتهم فبتساعدهم، فالدوله بتشجع على كده. برضو رجال الاعمال لازم يتكاتفوا. يعني انا كنت عايزه اقول مبادره، المبادره دي من السنه اللي فاتت والله، وانا عايزه اقولها، مبادره ابني بيتك. ابني بيتك جالي فكره كده ان الشركات الكبيره زي فودافون واورنج والشركات دي ايه المشكله اما يعملوا عمارات ابراج للناس الغلابه اللي هم مش لاقيين الاسكان ويقعدوهم فيهم ويكتبوا عليها على العماره دي فودافون اورنج. دي هتبقى دعايه جامده ليهم على فكره، هتبقى دعايه كبيره جدا. ده غير الدعايه بقى ميزان الحسنات، يعني دعايه كبيره فعلا، بدل ما نعمل اعلان نصرف عليه مليارات كفايه نعمل حاجات كده واعلانات بسيطه، مش شرط يعني الاعلانات اللي فيها بذخ ومصاريف كتير. ما احنا في ازمه فلازم نواجه الازمه ولازم نبقى نقف جنب الشعب ونقف جنب الناس.
ما هو الناس بتموت من كورونا، اوكي ما فيش، ده قضاء ربنا، لكن ما ناس تدخل المستشفى 6 حالات مثلا ويموتوا فجأة كلهم كده، يبقى في حاجة مش في في حاجة، أيا كانت الحاجة دي لازم نقف جنب الناس أيا كانت، هنحقق ونشوف المشكلة فين وهنعرف. طيب تمام، فأنا كنت بتكلم على الثقة بالنفس. فإحنا كنا كلنا عبارة عن إيه؟ الإنسان ده أول ما اتولد أو البذرة بتاعته عبارة عن إيه؟ كائنات بالملايين راحت عشان تلقح البويضة، واحد بس اللي لقح البويضة وطلع هذا الإنسان، كان عنده ثقة وهو ماشي في طريقه إن هو يلقح، ليه؟ من ربنا سبحانه وتعالى إنه لازم يلقح البويضة، ولقح البويضة، كان عنده هدف لازم يتحقق، فهو الوحيد اللي عاش والباقي كله مات. المسافة دي في الكائن اللي ما بتشافش بالعين المجردة دي، المسافة دي بيقولوا بتقدر من الأرض للقمر، العلماء قدروها من الأرض للقمر، مسافة كبيرة جدا سبحان الله يعني. فأنت ناتج ان انت اللي فزت، الوحيد في وسط الكائنات اللي ماتت دي، انت اللي فايز. اللي هز ثقتك بنفسك اما انت بقى طلعت الدنيا، طلعت على هذا الكوكب وشفت الحاجات السلبيه اللي بتحصل والافكار السلبيه، هي دي اللي عملت لك هزه. الو الو الو، ايوه يا فندم اتفضلي. اتفضلي يا فندم معاكي، وطي التلفزيون يا فندم. اوكي ماشي. اوكي. الو حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله تمام اتفضلي. على فكره انا معجبه ببرنامج حضرتك قوي 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 قوي. ربنا يخليك يا رب. متشكره جدا. يعني كنت عايزه اقول لحضرتك برضو اراء يعني عن الكمامات والسياحه اللي هي الشغل عندنا خلاص. ما هو انتوا بقى بصوا انتوا عندكم معتمدين على السياحه، ممكن تاخدوا شغل تاني جنب السياحه. ما هو لازم نتصرف، لازم نفكر خارج الصندوق. احنا في ازمه مفيش سياحه. شكرا يا فندم. يعني مثلا الو 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 السلام. أيوة. عليكم. عليكم السلام. هيا يا فندم مأمور. اهلا يا فندم، استشاري الجراحه العامه بمستشفى فاقوس. اهلا يا فندم. دكتور مستشفى اولاد. مستشفى ايه؟ الو. ايوه يا فندم معاك. انا تابع اداره الحسينيه. اداره الحسينيه، اهلا يا فندم. الحسينيه وصان الحجر. طيب قول لي المشكله اللي حصلت عندكم ايه بقى دي في الحسينيه؟ مفيش مشكله، مشكله ايه؟ في الحادثه اللي حصلت في المستشفى. يا ستي انا يمكن اتصالي، انا ما اعرفش، انا مش مشاهد للحلقه دلوقتي لاني في شغل. تمام يا فندم. فمفيش مشكله حصلت. والتشويه اللي حصل او الميديا اللي حصلت ديت، احنا ما عندناش مشكله. احنا عندنا مثلا لما تيجي تسالي، انا تبع اداره الحسينيه بس كنت بنزل تبع اداره صان الحجر، بس كنت بنزل الحسينيه فعلا. تمام يا فندم. الحسينيه عيانيه فيها حوالي 20 سرير. لما ينزل على الميديا خبر الناس اللي في العنايه ماتوا، ده على السوشيال ميديا كلها. 6 ماتوا مره واحده والانابيب انفصلت عنهم وحاجات غريبه كده. ده الواحد بيحس ان دي اهانه للوزاره واهانه لينا كاطباء وكوادر، واحنا بامانه نرفض تماما اهانه وزيره الصحه بالطريقه اللي كل يوم الميديا بتتكلم بالطريقه ديت. احنا احسن دوله تتعامل مع كورونا، بكلمك بكل اخلاص. تمام. احسن وافضل برنامج بيتعامل على مستوى العالم اكيد، ويا ريت الناس تبص للاحصائيات اللي بتحصل بره والوفيات اللي بتحصل بره، وما يتصدرش ان فيه مثلا 3 حالات أو 4 حالات اتوفوا في الحسينيه على ان العنايه مات فيها ناس. على ان العنايه مات الناس اللي فيها كلها. هو احنا مشكلتنا ان الاشاعات ما بنتبينش من اي حاجه. ما هو يعني انا وانا بتكلم بقول ان نتبين، بس ايا كان الوضع لازم يحصل كده، بس نتبين. انا كطبيب ما اقدرش اجزم، أنا كطبيب ما أقدرش أجزم مين اللي يقول الناس دي ماتت بسبب نقص أكسجين أو الناس دي ماتت بسبب إهمال. التحقيقات اللي هتقول التحقيقات. هو المفروض لو في تحقيقات عشان ما يتنشرش خبر كده على النت وتنزل على الميديا بالكامل، ودي إهانة للأطباء والناس دي بتشتغل. أقول لك إيه يعني، الجيش الأبيض أنا عارفة، أنا الجيش الأبيض شغال من نار يعني، الناس دي بتشتغل عارفين. دي إهانة يعني، الواحد حزين إن الناس تتعامل. طب ليه ما بيشوفوش الحالات اللي طابت ومشيت، آلافات الحالات اللي لا طابت؟ إحنا مش بنبص إلا على الحاجة الوحشة، معروف يعني بنبص على حاجات. هو الكوكب ده كده أساسا،
اللي يقصد تشويه صوره مصر طبعا هو اللي بيحاول طبعا يروج للاعلاميات، وده غلط طبعا غلط فعلا، وده غلط. احنا بصراحه يعني ايه في غايه الحزن بالنسبه انه احنا اهانه الوزير اهانه لينا احنا الكل. ما فيش حد في الدنيا محترم انه الغلو النفيس على فكره بالنسبه للي بتعمله بالنسبه لكورونا. ولا اي واحد بيكتب بوست من امريكا على ان احنا عندنا يعني ايه الدنيا سايبه عندنا خالص. طب انت ايه اللي نزلك؟ انا بلاقي شباب قاعد في امريكا وناس البوست والجماعات الالكترونيه هنا تروجوا، يعني شيء مفزع وشيء عظيم. هو النت كله كده للاسف يعني سلاح ذو حدين. احنا الحسنيه بصراحه يعني انا اول ما دريت بالخبر وشفته على الميديا اتصلت بالناس اللي في العنايه، الحالات اللي توفت هم ثلاث حالات، وحالات ناس كبيره في السن وناس كان عندها اللي عنده كبد واللي عنده فشل كلوي، حالات يعني اقول لك يعني الدواء اكيد ما استحملتش الادويه طبعا اكيد طبعا. يعني مش حكايه استحملت، ما هي هو وفيات كورونا في ايه؟ وفيات كورونا عموما في ايه؟ في الناس اللي المناعه عندها ضعيفه، اللي عنده مثلا عنده الكبد، عنده امراض في الصدر، الناس ديت. لكن وما نقدرش نجزم، انا بكلمك بامانه، ما تقدرش تجزم وتقول ان ده توفى بسبب كذا عشان الناس تحمل مستشفى الحسينيه. اقسم لك بالله احنا في الشرقيه عندنا وكيل وزاره ما بينام، والله ما بينام. اكيد طبعا. وده ما بينامش يعني الكادر اللي بيشتغل معاه تحسي انه الناس دي ما بتنامش لا ليل ولا نهار شغالين. فحرام اللي بيحصل ده، وحرام للاطباء بصراحه، بحس انه اهانه لينا كاطباء يعني. لا طبعا انتوا يعني يا ريت الناس ما تاخدش الاخبار ديت، يا ريت الناس ما تاخدش اخبار الميديا دي على انها واقع وحقيقه وتروجها كده، ده بيبقى اهانه لمصر واهانه لينا. وزاره الصحه بصراحه بتشتغل يعني اقول لك ايه، بس الحكومه والوزاره والكوادر الطبيه اللي شغاله احنا شغاله بما يرضي الله، مع الوزاره ومع كل، احنا بنتكلم دلوقتي عن ناس يتكاتفوا معاكم. الحلقه بتاعتي النهارده التكاتف الوطني. هقول لحضرتك على حاجه مع اجهزه الدوله. احنا مش عايزين حاجه من الناس غير انها تلتزم بتعليمات وزاره الصحه بس، يعني احنا مش عايزين حاجه من الناس غير انها تلتزم. والتبرعات برضو مهمه الصحة. التبرعات مهمه برضو التبرعات طبعا يعني طبعا دي صدقات لله. الدوله ما بتطلبش من حد تبرعات على فكره، يعني ايه ما بتقولش لحد تبرع لحد بحاجه، الدوله ما بتطلبش من حد، بتعمل اللازم وزياده شويه، بتقدم كل حاجه بصراحه. الانفاق اللي بيتم في وزاره الصحه حاليا متوجه من الحكومه ومن القياده السياسيه يفوق الخيال. فيا ريت الناس، حرام اللي بيحصل ده. احنا في دول تعدادها دول معايا معاك يا فندم اتفضل، في دول تعدادها قد محافظه الشرقيه. فعلا بالك محافظه كبيره. ولما بيجي يقول لك مثلا 10 ماتوا في مصر، ده انت 100 مليون وشويه. لما تقول لي، طب ما تقول لي بلدك اللي هي مثلا ممكن 6 مليون 8 مليون مات فيها كام؟ عيب. عيب، ده احنا محافظه قد دوله. صح والله احنا نفوخ دول. محافظه الشرقيه من اكبر المحافظات تعتبر يعني. انا 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 يعني ايه اتوجه بالشكر لمعالي وكيل الوزاره والحسينيه بادارتها، انا بكلمك جد على المجهود اللي بيبذل في المكان ده. هو المفروض كان يبقى معايا دلوقتي مدير مستشفى الحسينيه وفي مداخله، بس في مشكله رافضين يتكلموا. صدقيني الضغط النفسي اللي هم فيه حاجه رفضين. يعني ايه الضغط النفسي اللي الناس دي فيه حاجه، يعني حاجه تفوق الوصف. حرام حرام اللي بيتعمل بالنسبه للاطباء ده في الميديا، يعني يا ريت الناس تساندنا مش تقف ضدنا. هو دي من ضمن التكاتف الوطني. شكرا يا فندم، انا بشكرك جدا. من ضمن التكاتف الوطني ان انت ما تشيرش اي اشاعه. ناس ماتت لازم نتبين ايا كان الوضع بقى، اللي ماتوا بقى انابيب اكسجين ايه ولا ايه اللي حصل، انا ما اعرفش اللي حصل ايه، التحقيقات اللي بتبين اللي حصل ايا كان الوضع، اتبين قبل ما اشير. لو انت عايز تتكاتف في الازمه، احنا في أزمة، يبقى ما ينفعش نشير أي بوست. طيب كل سنة في تهنئة عيد ميلاد كل سنة، وأحمد الصالحي بخير يا رب، وعيد ميلاد سعيد يا أحمد. كل سنة وانت طيب يا أحمد. أنا دلوقتي عايزة أرجع للثقة بالنفس. فعشان تبقى واثق من نفسك لازم تكون واثق في ربك الأول. لما ربنا قال في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، ينصر الله وكان حقا علينا نصر المؤمنين. المؤمن احنا خدناه بالمعنى الديني، لكن المؤمن له معنى كتير. يعني ايه نصر المؤمنين؟ مؤمن بهدفك، مؤمن بحياتك، مؤمن ما تخليش حد يأثر فيك. لو انت مؤمن وواثق في نفسك ربنا ينصرك
على اللي انت ماشي فيه ايا كان اللي انت ماشي فيه، بس ماشي صح. فما ربنا يقول المؤمنين يعني ايه؟ المؤمن باهدافه، المؤمن بحياته، ان هو ماشي صح ومؤمن بكده خلاص خلصت. فما تخليش اي انسان على وجه الارض يعمل لك هزه. الطفل اول ما اتولد، البيبي اول ما اتولد بدا يمشي لوحده، بدا يتدرب على المشي لوحده عشان عايز يمشي، بدا يتكلم عشان عايز يتكلم، مفيش حد هزه. احنا عندنا بقى في الموروث دلوقتي الام والاب ما يجوا يربوا ولادهم مثلا او هم في مرحله التعليم، تقول لها بقى، تقول له قوم يا فاشل. ليه بقى هي بتقول له قوم يا فاشل؟ ليه؟ عشان بتحس من جواها ان ما تقول له يا فاشل ده ابن عمك احسن منك هيقوم ويذاكر. لا بالعكس، ده ما تقول له يا فاشل مش هيقوم ولا يذاكر، ثقته هتقل. فانا لسه معايا فقرات كتير، لسه هنتكلم، هنكمل بقى دور الدين في التكاتف الوطني، فهنطلع فاصل ونرجع تاني. بعد العودة للفاصل أعزائي المشاهدين، طبعا موضوع الثقة بالنفس من المواضيع الطويلة، بس عشان وقت الحلقة مش هنقدر نتكلم في كل النقاط بتاعته دلوقتي، عشان هنكمل موضوعنا هو التكاتف الوطني في ظل أزمة كورونا، وهنشوف دور الدين. معانا الداعية الإسلامي الشاب الأستاذ سيد فتحي. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين يا فندم. عايزين نعرف إيه دور الدين بقى في التكاتف الوطني؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، طبعا التكاتف الوطني أو حب الأوطان ده فرض على كل مسلم وكل مسلمة فرض عين. ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في حب الأوطان. لو نفتكر لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على مشارف مكة وقال والله إنك لأحب البلاد إلي وإلى قلبي وإلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. شايف حب الأوطان؟ حب الأوطان فرض، يعني حب الأوطان دي أصلا نزعة أو فطرة الإنسان مفطور عليها. طيب حضرتك بتتكلم عن حب الوطن، أنا عايزة تكاتف الأزمة، فن إدارة الأزمة في الدين. إزاي ندير أزمة كورونا؟ يعني دور الدين إيه؟ دور الداعية الإسلامي إيه؟ يوجه إزاي؟ يقول الناس إيه؟ طبعا الوقاية خير من العلاج. أنا كداعية شاب من خلال برنامجي أو من خلال منبري أو من خلال الصالون الثقافي بتاعي بعرف الشباب أن لا، علشان نتخطى الأزمة اللي احنا فيها أو جائحة كورونا لابد أن نتبع بعض الخطوات، منها مثلا التباعد الاجتماعي، عدم الخروج إلا للضرورة، بلاش مصافحة، يعني يفضل السلام عليكم، بلاش بيزعلوا لسه الناس بتزعل لما حد مش يبوسها أو كده، هم اتعودوا على البوس والأحضان، الشعب المصري شعب عاطفي فهو متعود على كده، فانا ما بصتش واحده يبقى انت قرفانه مني، يبقى انت لا، احنا عايزين يعني كلنا تكاتف في الازمه دي، فان احنا ما نبص بعض ده تكاتف برضو، انت كده في الازمه، يعني احنا كده بنحل في الازمه لحد ما. وفد ثقيف لما جاءوا لمبايعه النبي صلى الله عليه وسلم كان من بين الوفد اللي جاي للنبي يعني رجلا به مرض الجذام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قبلنا بيعتك، ارجع بايعناك. يعني النبي ما سلمش عليه، ما سلمش عليه ليه؟ علشان ده مرض جذام، مرض معدي، زي النهارده لما نكون احنا في الميني باص او في المواصلات العامه ما ينفعش نسلم على بعض، ده احنا لازم بدل الكمامه نلبس اتنين، دي خلاص يعني الكمامه ديت اصبحت عباده، بقت حاجه يعني اساسيه. المعقم زي الرسمي، طبعا زي الرسمي بتاع الكوكب كله، لازم نجعلها يعني جزء من اللباس بتاعنا او من الزي الشرعي بتاعنا. تمام. طيب ازاي النبي كان بيتعامل في وقت الأوبئة، انتشار الأوبئة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حل الطاعون بأرض فلا تخرجوا منها، وإذا علمتم أن الطاعون في أرض ما فلا تدخلوا إليها. يعني اللي في أرض فيها طاعون، طبعا الطاعون اللي هو الأمراض الوبائية زي جائحة الكورونا في أيامنا هذه، إذا علمتم أن أرضا ما بها وباء أو بها طاعون فلا تدخلوا إليها، ومن كان في أرض فيها طاعون فلا يخرج منها. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا حافظوا على إيه؟ على أنفسكم، بلاش نكون أداة لنقل العدوى. ما يكونش مثلا واحد النهاردة شاكك أنه عنده كورونا أو كوفيد وأنا أخرج عن الناس، لا، ده العزل الاجتماعي مفروض أن أنا
ده فرض عباده بقى، عباده كده. اه طبعا ده يعني بتحمي الناس، بتحمي. خير من العلاج، يقول المولى عز وجل فمن احياها فكانما احيا الناس جميعا. يعني قتل النفس ده من يعني من اكبر الكبائر. سالوا النبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله ما اكبر الكبائر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكبر الكبائر طبعا غير الربا وغير قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، منها قتل النفس التي حرم الله الا بالايه؟ بالحق. طيب ازاي نتعامل مع مرض كورونا؟ نتعامل معاه ازاي؟ وازاي ننزع من الشباب دور التنمر؟ يعني بشوف شباب في نوع من التنمر، تنمر ازاي؟ بمعنى ايه التنمر ده؟ ان انا يعني استغل ضعف الانسان ده. مثلا التنمر ان انا اشوف واحد قصير جدا فانا عارف انه يعني بتضايق من الكلمه دي فاقول يا قصير، او انا مثلا عارف ان واحد يعني ما بيخلفش فاتك على الكلمه دي شويه واجرحه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بكلمه تؤمن وبكلمه تكفر. وطبعا وقيل في الاثر في الاشاره ما يغني عن العباره وفي التلميح ما يغني عن التصريح. لازم بالتنمر احافظ على كلامي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وان الرجل لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم 70 خريفا. بكلمه تؤمن وبكلمه ايه؟ تكفر. بكلمه تتزوج وبكلمه تطلق. إذن التنمر ده مشكلة العصر. أغلب شبابنا النهاردة وخصوصا نسائنا، الحاجة دي منتشرة بين السيدات جدا، التنمر خصوصا التجريح اللفظي. إزاي؟ يعني مثلا قذف المحصنات المؤمنات الغافلات ده شيء يعني فاعله يحرم من دخول الجنة. قذف المحصنات بمعنى؟ قذف المحصنات ان انا قذف واحده غايبه عننا دلوقتي مش موجوده معانا ما ينفعش نتكلم فيها، ما يمكن هي دلوقتي ده دي اسمها غايبه، غيبة ونميمة. بس القذف بقى المحصنات ازاي؟ هو الرمي بالزنا والعياذ بالله. تمام. اللي معاك مش دلوقتي ما تتكلمش فيه، ما يمكن ساجد. يقول النبي من عير مسلما بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يفعل ذلك الذنب. ما ينفعش ان انا اقول لواحد يا شارب الخمر. من عير مسلما بذنب قد تاب منه لم يمت، ده حتى لو بشوفه بيشرب خمر ما اقولوش كده. لا، ولا اقول لحد. من عير مسلما، صح كده. من عير مسلما بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يفعل ذلك الذنب. ليه؟ يعني ربنا بيقول فاحفظوا ايمانكم. المفروض انا احافظ على لساني. اغلب الشكاوى اللي بتجي لي على المسجد النهارده شكاوى من الطلاق. ده جوزي رمى عليا يمين الطلاق، ده جوزي حلف بيمين. ده الادهى والامر ان السيدات النهارده هو الشعب كله دلوقتي كله مطلق غالبا، او نصه او اكتر من 80%. ده 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 حرام. يعني الطلاق ده جريمه يهتز لها عرش الرحمن. طب جريمه ازاي يا استاذ؟ يا استاذ سيد، ده سوره الطلاق في القران يعني سوره كامله ربنا ذكرها اسمها الطلاق. انا مش بتكلم على الاداء، انا بتكلم على التلاعب يا دكتوره باللفظ نفسه. التلاعب باللفظ. تمام يا استاذ، عشان مش نخرج بره الموضوع بتاعنا. عايزين نعرف بقى، هل مرض كورونا ده عقاب من ربنا من وجهة نظرك؟ شوفي، ما اقدرش اقول ان ده عقاب من ربنا او ابتلاء من ربنا عز وجل. لو كان المرض في حد ذاته بلاء عقابا عفوا، ما كانش سيدنا ايوب عليه السلام فضل 18 سنة طريح الفراش لا يحرك يد ولا يحرك ساق. حتى ان السيدة نعسة زوجة ايوب عليه السلام لما يعني فضل 18 سنة مريض قالت له يا أيوب أما آن لك أن تدعو المولى عز وجل بالشفاء؟ ادعي ربنا بقى يشفيك. فقال لزوجته كم لبست صحيحا وكم لبست مريضا؟ أنا بقالي قد إيه عايش سليم وكم سنة مريض؟ فقالت له 40 سنة سليم أو صحيح و 18 سنة مريض. فقال إني أستحي أن أدعو المولى عز وجل بالشفاء إلا عندما تكون تلك المدة كنفس تلك الإيه؟ المدة. أنا عشت 40 سنة، ده فاضل من ربنا عز وجل لما أكون 40 سنة كمان مريض. طب شوفي من أدبه مع ربنا عز وجل، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الإيه؟ الراحمين. يعني حتى ما قالش يا ربنا اشفيني، فكشفنا ما به من ضر. لابد أن أكون مؤدب مع ربنا عز وجل في الدعاء. يعني لما نرجع لإبليس
قال فبعزتك لأغوينهم إيه؟ أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إبليس الشيطان اللي هو أصلا مفطور يعني أخرج منها فإنك إيه؟ رجيم، ربنا طرده من الجنة، لم يتجرأ على المولى عز وجل. قال فبعزتك، لابد أن نكون مؤدبين مع ربنا عز وجل. إذن ما أقدرش أقول أن المرض ده ابتلاء أو عقاب من ربنا عز وجل. ما بيبقى إيه حضرتك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب أو هم أو عذاب إلا كان في ميزان إيه؟ حسناته. تكفير ذنوب. حتى الشوكة يعني. حتى الشوكة يشاكها المرء تكفر عنه سيئات. تمام. المرض ده تكفير ذنوب. أنا أبصره أنه تكفير إيه؟ ذنوب. طيب استغلال التجار للأزمة اللي احنا فيها دي، والاحتكار اللي بيحتكروا، ولاقي تاجر محتكر كمامات، وتاجر محتكر ادويه، وتاجر محتكر انابيب الاكسجين، ومغالين ايه دول؟ دول ايه دول؟ شوفي توصفهم بايه؟ ده طبعا في الاول وفي الاخر تدليس وغش. من غشنا فليس منا، يعني فليس من جماعه الايه؟ المسلمين. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اخذ مالا بغير حقه كان عليه وبالا يوم القيامه. هو الإنسان، هو ربنا عز وجل مش هيحاسبنا يوم القيامة عن نظرة العين، مش هيحاسبنا على النفس، مش هيحاسبنا على لقمة العيش التي اقترفناها، أكيد على كل حاجة ربنا هيحاسبنا على. أنت هتقول لربنا إيه؟ يقول النبي: من لم يتأدب مع الله فوق الأرض أدبه الله تحت الأرض. خد اللي أنت عايزه، بس وقفوهم إنهم إيه؟ مسؤولون، هتتحاسب على كده. تمام. طيب كنت عايزه اقول، بما ان احنا اسمنا البرنامج بتاعنا امراه من كوكب اخر، عايزه اعرف دور النساء ايه في الازمه. طبعا في الأزمة. دور النساء في كل عصر وفي كل الاديان، جميع الاديان السماويه كرمت المراه، اذا كان الاسلام طبعا كرمها بشكل فائق. عندنا مثلا لو هنذكر دور المراه الريادي، عندنا اول طبيبه في الاسلام كانت امراه، ما كانش رجل، هي السيده رفيده اول طبيبه في الاسلام. وعندنا كمان أول طبيبة في الشرق الأوسط كانت مصرية، وهي الأستاذة الدكتورة زهيرة عبدين. طبعا الدكتورة زهيرة عبدين من مواليد المنيا، وتخرجت في مدرسة الثانية عام 1911، كانت يعني أول طبيبة في مصر، وتخرجت يعني ما كانش في كلية طب في مصر، ولا كان في أطباء في مصر. لما كانت الأولى على الثانوية العامة في القطر المصري اللي هو مصر والسودان في نفس الوقت، كانت الأولى على الثانوية، فراحت تدرس الطب فين؟ في أمريكا. طيب لما جت من أمريكا وهي طبيبة مصرية، ده أول طبيبة مصرية، ما كانش في راجل، هي كانت الدكتورة زهيرة عبدين دي أول طبيبة مصرية، أنشأت كلية طب القصر العيني. يبقى هي أول واحدة أنشأت كلية الطب في الشرق الأوسط، كانت فين؟ في مصر. وبعد ذلك أنشأت كمان مستشفى أبو الريش لعلاج المصريين بالإيه؟ بالمجان. ما هو أصلا الستات لما يحطوا دماغهم في حاجة بيجيبوها. طبعاً. ده حتى مش في الإسلام بس، ده قبل الإسلام كمان. ما يعني ربنا جميع في القرآن الأديان. جميع في القرآن الأديان. في القرآن ذكر ملكة سبأ إنها كانت حكيمة، دي قبل الإسلام. وأوتيت من كل شيء ولها عرش إيه؟ فما بصت لسليمان، لقت سليمان أحكم منها، فهي في مشكلة حصلت. سيدة بلقيس. وعندك كمان المرأة الوحيدة التي ورد ذكرها تصريحا في القرآن كانت مريم العذراء، وكانت مريم إيه؟ سورة كاملة مصرية. مصرية يعني ذكر اسمها عنوانا لصورة، تخليدا وتشريفا وتعظيما وتكريما لذكرها، كانت مصرية. عندك كمان المرأة التي ورد ذكرها في الجنة آسيا، امرأة فرعون، كانت إيه؟ كانت مصرية. وأول من سكن الحرم كانت مصرية، هاجر. وماء زمزم تفجر إكراما لامرأة إيه؟ مصرية. بل إن المولى عز وجل خلد ذكراها، فما من حاج ولا معتمر إلا ويسعو كسعيها بين الصفا والإيه؟ والمرأة. المرأة المصرية يعني. ويقول الإمام الشافعي: من لم يتزوج بمصرية لم يكمل إحصانه. لذلك جرت العادة إن جميع العلماء في السعودية وفي بلاد الحجاز يتزوجوا من بلادهم، وإلى ذلك يتزوجوا بإيه؟ بمصريات. وكما قيل في الأثر أن المرأة المصرية حاملة التراث. لا وكمان امرأة من كوكب آخر مصرية. يعني عايز أقول لك إن أنا ما نمتش طول الليل عشان أقعد قدامي. لا والله، لا مش للدرجة دي، مش للدرجة، مش على فكرة مش رعب، ما برعبش حد يا جماعة والله. يا شيخ ده أنا الناس واخدة مني عني فكرة وحشة، ما أعرفش ليه. بقالي ساعة في الكنترول بره برتاح. لا مش للدرجة دي. طب حضرتك بقى، بما إنك من مركز الحسينية والمشكلة اللي حصلت في مركز الحسينية، أنت شايفها إزاي؟
احنا مش تبيننا برضو عشان ايه. شوفي لا يفتى ومالك في المدينة وفاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. مش انا مش طبيب وانا ما شفتش ما حدث بمركز الحسينية او مستشفى الحسينية المركزي. لا انا عايز اتكلم على الاشاعات اللي حصلت في الحسينية والسوشيال ميديا والدنيا اتقلبت. الدنيا اتقلبت لدرجه انهم بيحاكموا هيحاكموا الدكاتره ويحاكموا كل حاجه دلوقتي بسبب اشاعات بس لسه التحقيقات هتبين. ما ينفعش ان احنا نحاكم طبيب. اصل الاطباء دول يعني اكتر فئه مظلومه في المجتمع. مين اللي بيسهر على راحتنا؟ الاطباء والتمريض. مين اللي بيرعانا؟ الاطباء والتمريض. طبعا ده الجيش الابيض دول هم اللي شغالين سنتين في ازمه كورونا. كمان بمناسبه امراه من كوكب اخر عايز اذكر كمان اسم الدكتوره نوال السعداوي يعني الكاتبه الطبيبه المصريه الاديبه العالميه صاحبة كتاب ذوات الرداء الأبيض اللي اتكلمت عن أزمة الأطباء من 46 سنة لغاية النهاردة اسمها بيدرس في الجامعات الأوروبية. مع احترامي طبعا لفكرها ولكن هي أديبة برضو يعني مصري طبعا أكيد. لكن احنا ما شفناش ما حدث مش علشان 3-4 ماتوا فأنا أهين الدكاترة وأهين الجيش الأبيض. ما ينفعش. هو طبعا ما ينفعش ولا أهين دولة ولا أهين أي حاجة. هو قضاء ربنا. هو الحالات كتير بتموت كل يوم في كل يوم الدنيا بيموتوا بس إشاعات بقى وهنا وهنا. وكمان عشان كانوا ممكن كلهم مرة واحدة في العناية المركزة فطلعوا بقى إشاعات وتصويرات وحاجات غريبة. أنا ما أعرفش طبعا مش هقدر أتكلم عشان ما تبينتش برضو يعني. ما ينفعش بس أيا كان خلف الدعوات الهدامة والصفحات الغير معلومة. النهاردة مفروض أي حد بينشر كلمة على السوشيال ميديا عايزين بقى نتكلم على الإشاعات دي مفروض يعاقب والله دي عايزة حلقة لوحديها. أنا اتكلمت قبل كده بس دلوقتي في الأزمة طبعا خصوصا في ظل الجوائح والأزمات مفروض النهاردة الكلمة دي أمانة. يعني لسه بقول من شوية بكلمة تؤمن وبكلمة تكفر. الكلمة مسؤولية طبعا طبعا أكيد. طيب عايزين حضرتك توجه رسالة للأطباء. والله مش للأطباء بس كل واحد الجيش الأبيض الجيش الأبيض وكل واحد في مصر في الوقت دي في الوقت ده مش عايزة عبارات ولا شعارات. حب الأوطان يعني ليست يعني أشعارا تنثر أو بدنا نقول شعارات. الجيش والشرطة والشعب إيد واحدة وبس. نسكت بعد كده. أي واحد في مجاله مسؤول. سيدنا عبد الله بن رواحة مات شهيدا في غزوة مؤتة وابنه عبد الله ابن عبد الله ابن رواحة نام ليلة قبل أن يصلي العشاء. ركز معايا في القصة دي. سيدنا عبد الله بن رواحة مات شهيدا في غزوة مؤتة وابنه عبد الله ابن عبد الله ابن رواحة نام ليلة قبل أن يصلي العشاء فجاءه أبوه في المنام لقد أخزيتني وآزيتني يعني أخزيتني في معسكر الموت. الأب الشهيد جه لابنه في الإيه في المنام كيف يا أبتي كيف يكون أباك شهيدا وتنام ليلة قبل أن تصلي العشاء لقد آزيتني في معسكر الموت. ليه؟ عشان نام ليلة قبل أن يصلي الإيه؟ العشاء. يجي يشوف الشباب النهاردة طول الليل سهرانين وطول النهار نايمين بعد كورونا برضو؟ بعد كورونا؟ الشاب النهاردة عايش عيشة الأجنبي وعايز يموت زي النبي. طب إزاي؟ يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله قدما اغبرت في سبيل الله. أصل الفتى إيه؟ فعله. ما تقوليش أنا ابني مين وريني أنت بتعمل إيه يا رب إن شاء الله يكون إيه؟ بتبيع مناديل في الشارع بالزبط. لكن المهم تدخل جنيه إيه حلال. يعني ضحك الصحابة من ساق سيدنا سعد بن معاذ فقال النبي تضحكون لدقة ساق سعد بن معاذ والله إنها لأثقل في الميزان من جبل أحد. ليه؟ لأنه كان يأكل من عمل يده. عندك سيدنا سليمان بن داود كان ملكا نبيا ملك يعني وجيها ابن وجيها ولكنه كان يأكل من عمل يده. يقول المولى عز وجل وألنا له الإيه الحديد كان حدادا. عندك سيدنا نوح كان نجارا. عندك سيدنا زكريا كان نجارا. عندك سيدنا محمد كان راعي إيه غنم. أصل الفتى فعله. الرسالة مش للجيش الأبيض بس. الرسالة لكل واحد قاعد على مكتب اتق الله في عملك. يعني انك ميت وانهم ايه ميتون. ربنا يحاسبنا على كل حاجه بنعملها. طبعا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. احنا قبل ما نيجي البرنامج عاملين 50 مصلحه علشان نفضى ساعه. صح تمام. طيب بما انك شاب وجه رساله للشباب اللي قاعدين على القهوه. اي حد اي شاب واي النهارده الحياه صعبه جدا. سواء يعني الاول كنت تسمع ان الدوله الفلانيه دوله متقدمه والدوله الفلانيه دوله ناميه. النهارده كل الدول فيها فقر الحمد لله. يعني ربنا بقى برضو كورونا عمل ازمه في كله بقى يعني في ظل حاجه مش في ظل جائحه كورونا. احنا بصي احنا كمشاهير او اي حد سافرنا دول كتير جدا وشفنا حال الشباب بره
وانت يعني لما يوصلك اخبار فنان فلاني في بلاد بره او في دوله معينه، انت بتتصوري ان الشاب ده عايش عيشه مرفهه؟ لا، ده احنا اللي بيوصلنا الزبد بتاع الاخبار بتاعتهم، لكن انت ما عرفتيش هو وصل للمنصب الرفيع ده ازاي. ياما شفنا مشاهير كتير، ياما شفنا فنانين تعب، طبعا تعب، احنا نفسنا تعبنا كتير جدا عشان نقعد على الكرسي المذيع او الكرسي المحاور، تعبنا كتير لدرجه ان انا عن نفسي والله ما بلاقي وقت انام فيه من اعمالي ومن شغلي. بتعمل حاجات كتير صح. انا يكفي ان انا بخدم نفسي في بيتي، ما دي رسالتك. اه بخدم نفسي في بيتي، انا بكنس بيتي، بمسح بيتي، بغسل الطبق اللي انا اكلت فيه والبلاص اللي انا. كل الرجاله زي حضرتك طبعا، يعني فاي وجه شاب رساله للرجال، اوجه رساله للرجال. ونسبه الطلاق كترت بسبب الموضوع ده. حبوا ستاتكم وحبوا بيوتكم واشتغلوا. رسالتي الاولى والاخيره اشتغل، اعرف ازاي تجيب الجنيه، اشتغل اشتغل في اي مهنه، حب عملك، سيبك من طموحك، اركن الطموح جانبا، اشتغل. يا رب تشتغل في الغيط، يا رب تشتغل تبيع مناديل او تبيع لبان، جيب القرش وبالقرش تقدر بقى تعمل اللي انت عايزه. مش هيعليك الا القرش الحلال. القرش الحلال او مش الحرام. طب الناس اللي بتشحت، معلش بقى انا خرجت عن موضوع بس هتكلم في موضوع، الناس اللي بتشحت رايك فيهم ايه؟ من غير ما يبيعوا مناديل ولا ده حرام. التسول بكل، في واحد بيبيع مناديل من خلال بيعه للمناديل تعرفي انه انسان شريف. بالظبط. وفي انسانه بتبيع لبان في المواصلات انت بتنزلي من عربيتك وتساعديها، ليه؟ لانك من خلال شكلها انت حاسه بظروفها، انما التسول ده ما ينفعش انا أبداً. ما بديش اي انسان شحات بديله فلوس، ما بديش الا اللي بيبيع مناديل، اللي بيعمل حاجه بيديني حاجه اديله حاجه، هو ده الصح. انا بشجعها على كده اصلا من خلال نظره عينه، انت عارفاه بيتسول ولا بيسترزق. ما هو في واحد خلاص لقاها مهنه، زي ما احنا شفنا اطفال كتير في اشارات المرور. انا مره لقيت واحد لابس بدله شيك قوي في الشارع، والله لابس بدله شيك ومعاه وجبه كنتاكي وجاي يشحت مني. طيب مش عارف فيش حد ايه ده، قلت له حضرتك انت عايز ايه بالظبط يعني؟ طب جاب كنتاكي ليه؟ طب انا مش فاهمه في ايه بالظبط. فالموضوع يعني غريب. لا التسول ده كلنا لازم نتصدى لهذه المشكله عشان حتى شكلنا امام يعني الدول الثانيه النهارده، خصوصا ده في عائلات اصلا معروفه بالتسول، خصوصا في الارياف وفي العرب وفي البدو. حرام، ده حرام. اه طبعا اكيد. طيب اخيرا بقى اقدر اقول لحضرتك تشكر مين؟ وعايزه تقول لي دعوه للتكاتف، الناس كلها من رجال الاعمال، من اكبر راجل لاصغر شخص. اشكر مين؟ اسمحي لي الاول ان انا اشكر امي. النهارده طبعا عيد ميلادها، كل سنه وحضرتك طيبه يا امي، وانت اجمل شيء في حياتي، وانت اغلى شيء بعيوني، وانت لو مش انت يا امي ما كنتش انا هنا. انت صاحبه نجاحي، وانت استاذه كفاحي، اول واحده مسكت ايدي بالقلم كانت هي امي وانا طفل صغير، لغايه النهارده مش سابتني لحظه، وانا حتى وانا ماشي النهارده. فانا بحبك جدا، وانا بخاف اصلا اجيب سيرتها في اي مكان، لا عشان ما تروحش مني، ما تحسدش مني. فربنا يطول في عمرك يا امي، وكل سنه وحضرتك طيبه. غير كده لازم نتكاتف، كل واحد في مجاله، العامل في مصنعه، المدير في شركته، رجال الاعمال، الاطباء، الفلاح، كلنا لازم نشتغل عشان مصر مش هتتقدم بفئه معينه، عشان نواجه ازمه كورونا الاول وبعد كده نشوف مصر. أزمة يعني مصر ما هي مصر وكورونا واحد. كورونا لو راحت مصر هتبدا تشتغل. كورونا دمرت العالم باثره. بالظبط. فاحنا لازم نشتغل، لازم نتكاتف، لازم يعني خليك انت اقوى من اي شيء. بدل الكمامه البس اثنين، لازم يكون معاك ازازه الكحول. هي واحده بس، بلاش اثنين دي، معلش لا غلط، اصل هيكتم نفسه. فكره يعني مش عايزه اتكلم على كتم النفس، هو كفايه واحده يعني. هو وزير الصحه او وزاره الصحه قالت واحده، نلبس اثنين ليه بقى؟ معلش خلاص بس معلش. يكون في بينا تباعد اجتماعي. تباعد، وبلاش التصافح، كفايه السلام كده، بلاش السلام باليد. صح. طيب ماشي. طبعا انا بشكرك جدا. الوقت قرب يخلص، بس انا كنت عايزه اتكلم على كلمه اخيره. لازم كلنا نقف مع بعض، لازم كلنا نحب بعض. كورونا مش هتروح الا بالاعمال الصالحه. كورونا وباء ربنا جابه لنا عشان يختبرنا، نشوف هنعمل ايه. لكن ما يكون الكورونا موجوده والوباء موجود، لسه الغش والنصب والاخلاق الاندر لسه موجوده، يبقى كورونا هيطول معانا شويه. عايز كورونا تروح، اعمل زي ما الكتاب السماوي قال وامشي صح، وهي هتروح اوتوماتيك، هتلاقيها راحت. الوباء ده ربنا بيشوف انت هتعمل ايه، اعمل طلع صدقات كتير وهتلاقيها راحت. كلنا نتكاتف، كلنا نقف جنب الدوله. الدوله قايمه على اكمل وجه. الجيش الابيض بشكره، بشكر رجال الشرطه، بشكر الجيش المصري، كلهم بشكرهم، كلنا نتكاتف معاهم. انا بشكركم، والى اللقاء اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامج امراه من كوكب اخر.